قلبي عم بلوم بغمش يا خلي. طبعا ما بديش نعبر على الصورة هذا. لعبنا لهم كات ماتش شامبيونا والحق وين نربحوهم الحمد لله، كانت مجموعة كاملة والحمد لله هذا هو الصح، والحد كان معنا أولا. نشكر كاع اللاعبين وإن شاء الله هذه البطولة تكون لينا كما داوها الفوتبول كوب دافريك، حنايا ندوها في فيليا جباي. أولا لازم نهنئ فريق اتحاد الجزائر اللي قام بمباراة في المستوى، احنا كنا خارج الإطار اليوم. الشيء المهم الحظوظ ما زالها قائمة، المولودية راح يلعب يواصل باش يلعب على اللقب، إن شاء الله غدوة نعطي وجه آخر، وحتى حتى ممكن باش نفوز بالبطولة. بزاف صحيحة والحمد لله ربحناهم وإن شاء الله نربحوا المباراة القادمة إن شاء الله. الهدف تاعكم إن شاء الله يا ربي نجوزوا البلاي أوف وإن شاء الله نتخلصوا من الأولين إن شاء الله يا ربي. والسلام عليكم. الحمد لله احنا البداية كنا تكلمنا مع اللاعبين قلنا بلي نقدروا نفوزوا عليهم، لعبنا لهم هذا الموسم أربع خطرات ربحونا أربع خطرات، كنا عارفين بلي حنفوزوا عليهم في لقاء الحمد لله كان الاهم تاع البطوله ان شاء الله. كانت قويه هذه، رانا لعبنا ضد اعرق فريق في الجزائر، احنا فريق شاب ولكن الحمد لله عرفنا نسيروا اللقاء والحمد لله على الفوز. ياسر احنا الهدف ديالنا نفوزوا بكامل اللقاءات وان شاء الله الحظ يساعدنا ان شاء الله التوفيق تاع ربي ان شاء الله.